متابعي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. انتقادات الممثل ناصر السوداني والمعروف بشخصية كلاي في مسلسل بابور اللي هو صناعة الحداد، وهذا بعد أن تداول محمد رغيس قصة مع هوليود وأمريكا. نشوف في رغيس كل يوم يقول هوليود بين الأمريكان وكاع. بس أحد رغيس اسمح لي شنو يقول لك؟ كل يوم يحكي على الأمريكان وكاع، الأمريكان دروك ما صابوه شراح، ما راحش الأمريكان سما يجيبوا له الأمريكان بالقطع تاعو. هذاك نحضروا عليه مسكين، هذاك أنا ولا كاميرتي أنا. هاي لك. خويا هحشم. محمد أكد تصريحاته عن عمل كاستينج في هوليود، ورد على منتقديه بعرض مقاطع أثناء تواجده في أمريكا. Okay guys, this is a fucking amazing, handsome guys here. Welcome to LA, man. Yeah, thank you, man. Welcome to LA. Cheers. And Kiso Turbo, man, you know what's going on, man. Up okay, man, artist. You can't do it, man, okay? Let's do it. Give me a sing, man. Give you a song to sing? Yeah, sing, man. What do you say? As you want, man. Everyone turning on me. My boys with a burn on me. He didn't mean nothing to me. That's why I just touched it. Oh, whoa. Look, tell me why I'm all alone. Yeah, man. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.